مصطفى محمد. انا قبل طبعا ما اتكلم مع ضيوفنا على مصطفى محمد، هو مصطفى محمد عادي يعني. مصطفى محمد لاعب عنده 23 سنة من ناشئين الزمالك. الزمالك طلعه طنطا، كان مش عايز يلعب في طنطا ونفسه يرجع يلبس فانيلة الزمالك ويلعب في الزمالك. وبعد كده جه ابتدى يفكر في الاحتراف، مستشار مرتضى وعده بالاحتراف في حالة الحصول على افريقيا وفي حالة ان هم ياخدوا الدوري، يعني وعده، وده حق الولد ان هو يوعدوه كل حاجة. ابتدينا نلاقي طبعا المجلس اتغير، وجي مصطفى محمد ابتدى يفكر يقول لا انا عايز احترف، لا اصل مش عارف ايه، معرفش مين بيقعد يلعب في دماغ مصطفى محمد كتير قوي، ويبتدي يقول له لا ما تنزلش التمرين، لا كشر، لا اضحك، لا اعمل. يا مصطفى الزمالك ما بيقفش على حد، ودي حاجة لازم تفهمها كويس، او لازم تعرف ان احنا عندنا جمهور كتير قوي على السوشيال ميديا بيحب الزمالك وبيحبك، بس بيحب الزمالك اكتر منك. فلازم تعرف ان مش صح اللي انت بتعمله ده دلوقتي، ومش صح ان انت تنزل تروح تلعب ماتش وبعد كده علشان في اي تقصير او لسه في مفاوضات شغالة مع اي نادي على الاعارة فتقوم انت قاعد في البيت تاني. ومجلس الإدارة المعين لازم يبقى ليه قرار، ولازم ياخد قرار مع اللاعب. احنا مش هنقف على لاعب يقعد يلعب بمشاعر جمهوره، فالكلام ده ما ينفعش. يا ريت يا كابتن طارق تقول لي رأيك. هو كل كلمة حضرتك قلتيها يا استاذ ياسمين مظبوط 100%. انا عايز افهم دلوقتي، انت مصطفى عايز تمشي؟ ما تمشي، ما حدش حايشك. انا ما قلتش على فكرة احنا مش مع مشاهير، مش مع يعني ايه ان انت ما تمشيش، لا انا معاك ان انت تمشي، وحقك ان انت تخوض تجربة الاحتراف، وحقك ان انت تدور على مصلحتك الشخصيه، بس في المقام الاول انت في تعاقد بينك وبين نادي الزمالك، هنمشيها رسمي بقى يا كابتن سمير النهارده، وهنتكلم رسمي ورق، مش هنتكلم مشاعر. يمكن الاستاذه ياسمين لمست الحته بتاع المشاعر شويه، ان في جمهور وبيتاثر، وان انت بتنزلش التمرين وبتلعب بمشاعر الناس، ومره لا انا مصاب، مره لا انا مش عارف ايه، الكلام ده كله. دي لمستها الاستاذه ياسمين بشكل قوي جدا وبشكل مميز. خلينا نتكلم بقى ايه؟ لا في تعاقد بيني وبينك كابتن مصطفى، بين نادي الزمالك وبينك، لسه في سنتين تاني، السنه الجايه واللي بعديها غير السنه دي. طيب انت عايز ايه يا حبيبي؟ عايز تمشي؟ ماشي. بمزاج انا، لان في تعاقد بيني وبينك. انا كنادي الزمالك، انا ما بتكلمش على طارق السيد. ماشي؟ طيب يا مصطفى انت جايب عرض من سانت تيان، سانت تيان ده اهم نادي الزمالك. برموزه او في اسماء كبيره، وطلع رئيس النادي علني قدام الناس وقال لك ان في ناس طلبتني بعمولات ومش عارف ايه، عشان كده الموضوع مش عايز كده. خد قرار مجلس الاداره واللجنه المعينه محترم جدا ان لن ولم تذهب الى سانت تيان يا مصطفى، الموضوع ده مقفول وبالضبه والمفتاح، ما فيش كلام تاني. طيب جه في كلام تاني على جلطه سراي واعاره ومش اعاره، سنه ونص والكلام ده كله. يا مصطفى نصيحة لوجه الله، وأنا بوجهها لك أهو قدام ناس كتير وقدام مصر كلها. حبيبي طول ما رجلك في الملعب هتعمل اللي أنت عايزه. كل اللي أنت بتعمله ده أنت بتخسر، أصل الكورة مش مضمونة. طبعًا مش أنت النهاردة مش مضمون. أنت النهاردة الناس بتحبك. ما أنت ممكن في وقت تيجي مستواك يقول لك يا كابتن سمير. حد هيستحملك؟ لا ده هيشتم بجد. خلاص يا كابتن، ما هو انت عندك بجد. انت عندك بيكلموه عشان المعسكر ما بيردش وقعد في بيته، يعني ما نزلش تمرين امبارح وما نزلش التمرين امبارح، يعني ايه ده؟ دي مش رياضه كمان على فكره، ولا احترام العقود. انا اتمنى اللي حضرتك قلتيها يا استاذ ياسمين ان يبقى فيه، انا سمعت الكلام ده امبارح بس ما عنديش تاكيد ليه، واتمنى اللي هو يبقى إيه؟ اللي هو ان في اللجنه الثلاثيه او اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك او مجلس الاداره اللي موجود دلوقتي كابتن سمير، خد قرار بعدم سفر مصطفى وتحويله للتحقيق. تحول للتحقيق فعلا. ما نفس الكلام، يعني الكلام ايه؟ ماشي. طيب هل الكلام ده فعلا واقع حصل؟ اتمنى. ماشي يا كابتن، التحقيق ده هيحصل في ايه؟ ما انا بقول لحضرتك في الاول وفي الاخر هو غلط ان هو ما نزلش تمرين امبارح. هما بيحولوا له التحقيق عشان انت رافض تنزل التمرين. انت في تعاقد معاك، اجراء روتيني يعني. لا مش روتيني، هيعملوا بيه حاجه. ما ده اللي انا بتمناه، انا هو ده اللي انا بقول لحضرتك. انت حضرتك بتقولي ايه؟ لازم يبقى في مجلس الاداره الحالي ليه قرار في الموضوع ده. انت خدت قرار بقفل باب التفاوض مع كل الانديه وتحويل مصطفى محمد للتحقيق. اتمنى ان التحويل للتحقيق ده يبقى شيء قدام الناس متشاف ومعروف ومعلن. ليه؟
عشان كل من لا من تسول له نفسه في نادي الزمالك من اللعيبه اللي مش ملتزمه يعرف ان في نادي الزمالك هياخد موقف، واخد موقف معاك صعب جدا لان انت مش ملتزم حتى بالمكان اللي رباك، المكان اللي عمل منك حاجه كويسه، انت لعيب كبير لا اختلف وكلنا معاك وكلنا عايزينك تطلع. حبيبي هي الفرق ايه؟ كابتن سمير انت في شهر 2، الاولمبياد في شهر 6، فرقها ايه بالنسبه لك؟ يعني انا عايز افهم فرقها ايه بالنسبه لك انت يا كابتن. ما في حد بيلعب في دماغه، ودي النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. على فكره مصطفى ليه صحاب بيضروه، وليه ناس واقفين له في الموضوع ده بيضروه.